بينما ينعم غيرهم بطفولة بريئة وبحقوق التعليم والرعاية الكاملة، تعمل مجموعة من الأطفال تحت سن العاشرة في منطقة الفحص الدوري شمال شرق الرياض بحثا عن مصدر رزق، منقطعين عن مقاعد الدراسة وفي الوقت الذي يعني تحظ فيه كل قوانين العمل والمنظمات العالمية على منع تشغيل الأطفال في أعمال شاقة. تعمل مجموعات من الأطفال في أسواق الخضار والحراسات الليلية والتسول في الشوارع في مدينة الرياض في السعودية. تقرير الهاني الصفيان ونعود للنقاش. كان عليهم كغيرهم من الأطفال أن يستيقظوا باكرا للذهاب إلى المدرسة، إلا أن شرف العيش أجبرهم على أن يستيقظوا في نفس الوقت، لكن وجهتهم هي أعمال تجلب لهم لقمة العيش، تسد رمقهم وتعين أسرهم على تكاليف الحياة. إنهم أطفال في عمر الورود يجوبون شوارع العاصمة على غير هدى، تتحكم فيهم أقدار لم تساويهم بغيرهم من الأطفال. هنا تجدهم منهمكين في أعمال شاقة لا تقوى عليها أجسادهم، يحملون بضائع ويتفاوضون مع أحدهم لأداء عمل مقابل بضعة ريالات. حينما تحدثنا إليهم قالوا إن المعيشة الصعبة هي من أجبرهم على المجيء هنا وبموافقة آبائهم، لكنهم رفضوا الحديث أمام الكاميرا خوفا من أن تقطع أرزاقهم أو ترصدهم أعين الجهات الأمنية أو موظفي البلدية. وإن كان البعض لا يصف ما يحدث في الرياض بالظاهرة، إلا أنهم يعدون ذلك مؤشرا خطيرا على تجاه كثيرا من الأسر لحث أبنائها على العمل في سن صغيرة، ويؤكد نظام العمل السعودي على منع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا 15 من عمرهم، فيما يحدد النظام ضوابط واضحة وصريحة لتنظيم تشغيل من هم في سن بين 15 و18 سنة لحمايتهم من الاستغلال والمخاطر المهنية. لبرنامج جاهلة، هاني صفيان، الرياض. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من استديوهاتنا في جدة الدكتور سعود كاتب، أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز وهو ناشط حقوقي أيضا، وسينضم لنا لاحقا ضيوف من الرياض لكن في أمطار في الرياض الآن. أهلا وسهلا بك دكتور سعود. يعني هل ما يحدث لهؤلاء الأطفال هو مؤشر على ظاهرة بدأت تنتشر في السعودية، مع أنه الموضوع يعني لا يعد ظاهرة ولا يعتبر مؤشر حتى؟ دكتور سعود تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل. ما سمعت السؤال والله. يعني أقول هل ما يحدث لهؤلاء الأطفال هل يعتبر مؤشر على ظاهرة بدأت تنتشر في السعودية؟ حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول أنها ظاهرة إلا إذا كانت هناك إحصائيات رسمية يعني واضحة، وللأسف الشديد هناك غياب تماما كامل للإحصائيات والأرقام. لكن الشيء اللي أنا بشوفه بعيوني، وأنا جاي من بيتي إلى الاستديو صادفت أطفال عند الإشارات بيبيعوا الحلوى، بيبيعوا اللبان، بيبيعوا أشياء. البعض بيقولوا أنه هذول أطفال غير سعوديين، أنا ما يعنيني أبدا كونهم سعوديين أو غير سعوديين، أي طفل في المملكة لابد أن يحظى بنفس الحقوق وبنفس الواجبات وبنفس الحماية. أعتقد هذا أمر مفروغ منه. هناك أطفال نعم موجودين وبنرى ونشوفهم بالعين في الشوارع، فمعناه هناك مشكلة لا أستطيع أن أسميها ظاهرة، ولكن هناك مشكلة موجودة نستطيع أن نراها يوميا. نعم. طيب أين يكمن الخلل؟ يعني هل البرامج الحكومية والأهلية قاصرة عن تتبع هؤلاء وإشراكهم في برامج خاصة تكفل لهم التعليم والتأهيل والعيش الكريم؟ القانون موجود. أنا شخصيا يعني صادفت بعض الأطفال أعمارهم يعني أنا يعني واثق أنها لا تتعدى 3 أو 4 سنوات عند إشارات المرور. اتصلت بدون مبالغة 4 أو 5 مرات ب 999 ولم يكن هناك أي تجاوب منهم في إيجاد حل لهذا الموضوع. حددت لهم مكان الأطفال أنهم تراهم موجودين بصفة يومية في المكان الفلاني وإلى يومك هذا، وهم لا زالوا موجودين في نفس المكان وفي نفس التقاطع وعند نفس الإشارة إلى هذا اليوم. فهناك تقصير بالتأكيد، هناك تقصير من الجهات المعنية في تتبع هؤلاء الأطفال ومعرفة أهاليهم، يعني من هم أهاليهم وليش بيتركوهم في الشوارع بالطريقة هذه. هناك تقصير بالتأكيد يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه إحنا دولة زي المملكة العربية السعودية. أنا أقبل تماما أني أعرف أنه في أطفال بيعملوا الشغل وبيتم تشغيلهم في دول تكون فقيرة، لكن في المملكة
المملكة العربية السعودية أنا لا أجد أي سبب لوجود هذه الظاهرة، وأعتقد أن وزارة يعني المملكة العربية السعودية ليست فقيرة ولكن فيها ناس فقراء، يعني ربما الحاجة أيضا لها دور في الموضوع. خليني بس راح أخذ تعليق في بعد، لكن خليني أخذ الحقيقة الدكتور عبد الرحمن العناد وهو عضو جمعية حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك، يعني أنتم في جمعية حقوق الإنسان هل تتبعتم هذه القضية؟ هل طالبتم بتفعيل قوانين تكفل حماية الطفل من الاستغلال؟ الدكتور سعود كاتب يقول اتصل على 999 يعني الشرطة، ما حد جاوب أكثر من مرة. هل لأنهم لا يعلمون بأنهم مسؤولين أم المسؤولية لا تقع على عاتقهم؟ أولا يعني شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكركم على طرح مثل هذا الموضوع المهم، ويؤسفني أني يعني ما قدرت أشارك معكم لوجود ارتباطات زميلنا الدكتور سعود كاتب، هو يعرفها يعني اجتماعات ماراثونية عندنا. نعم. الحقيقة كنت أتمنى أني استمعت للمداخلات اللي أثيرت، لكني أنا سأعلق يعني على الموضوع بشكل عام. أولا يعني المخالفات تقع في أي بلد، سواء وجدت بقوانين أو أعراف أو غيرها في هذا الموضوع وفي غيره، يعني المخالفين القوانين تنتهك في كل دول العالم، فهذا يعني شيء يجب أن نتوقعه. لكن نحن نسعى إلى أولا إيجاد القوانين إن لم تكن موجودة، يعني هذا الهدف. دكتور عبد الرحمن، انتم في جمعيه حقوق الانسان، ماذا فعلتم في هذه القضيه تحديدا؟ نعم، احنا نطالب دائما بتطبيق المواثيق والاعلانات والشرعه الدوليه في حقوق الانسان، ومن اهمها طبعا الاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق السياسيه والمدنيه والحقوق الاقتصاديه، الى جانب اهميه الالتزام بنصوص وبنود اتفاقيه حقوق الطفل التي انضمت لها المملكة مؤخرا. طبعا هو يعني كل هذه المواثيق تضمن أن الأطفال لابد أن يستمتعوا بطفولة طبيعية وفيها جو من السعادة وعدم الاستغلال الاقتصادي أو الإيذاء أو ما إليه. فكل ما نطالب به هو التزام سواء المملكة أو أي دولة عضو ومنضمة لهذه الاتفاقية، الالتزام بهذه المواثيق الدولية. نعم. طبعا تشغيل الأطفال يعني بصفة عامة لا يعني أن هذه المواثيق ضد عمل الأطفال على الأطلاق. الإشكالية يعني لأن في بعض الأعمال في المجتمعات التقليدية من المقبول عمل الأطفال، وبخاصة إذا كان مع أفراد الأسرة. الإشكالية في العمل القسري للأطفال، وهذا يعني الذي يؤثر أيضا على التعليم، يعني يكون نعم يعني أن يجبر الأطفال على عمل معين، ها هنا تكمن المشكلة، أو أن يعملوا في ظروف سيئة وبأجور زهيدة وما إلى ذلك، هنا يحصل يعني سخرة، ما يسمى بالسخرة، وهذه تعالجها الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية. دكتور عبد الرحمن العناد أشكرك. الجمعية يعني الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهة رقابية سلطاتها معنوية، هو المطالبة بالالتزام ببنود الاتفاقات والتعهدات التي أخذتها كافة الدول على نفسها بتوفير الرعاية الصحية السليمة للأطفال ومنع استغلالهم وإيذائهم وتوفير الأدوار المطلوبة لهم وعدم حرمانهم من التعليم وما إلى ذلك. نعم، دكتور عبد الرحمن العناد عضو جمعية حقوق الإنسان، شكرا لك على هذه المداخلة.